يلا من الصفر وبصورة سهلة واضحة، شنو هو نظام السعرات الحرارية وشنو فكرته؟ بكل بساطة، جسم الإنسان يحتاج يحرك طاقة يومية حتى يؤدي الوظائف الحياتية، تنفس، الحركة، التفكير، هضم الغذاء. هاي الطاقة تجي منين؟ تجي من الغذاء. الغذاء عبارة عن مصادر متعددة، كربوهيدرات وبروتين ودهون. هذني حسبه وسعراته حتى الإنسان يعرف إيش قد يحتاج طاقة يومية. كل انسان يختلف احتياجه من واحد لواحد حسب هو كان ذكر او انثى، شنو النشاط اللي يمارسه، الطول والوزن، هذن كلهن تاثر. وهاني نزلت فيديو شلون تحسب سعراتك الحراري. فبكل بساطه، انت اذا اكلت يوميا اكثر من الطاقه اللي يحتاجها جسمك، الطاقه الزائده هاي راح تتحول الى دهون تتخزن بالجسم. اما اذا اكلت اقل من هاي السعرات اللي تحتاجها او اقل من الطاقه اللي يحتاجها جسمك، الجسم شو راح يسوي؟ راح يبدي ياخذ من الطاقة المخزنة حتى يحرقها. فأنت بكل بساطة تحسب سعراتك الحرارية، إذا تريد تضعف تاكل أقل من سعراتك حتى جسمك يحرق الطاقة المخزنة. أما أنت إذا تريد تصير عندك ضخامة وزيادة وزن، تاكل أكثر من السعرات الحرارية اللي يحتاجها يوميا. شلون تحسب سعراتك؟ نزلت فيديو شوفه، أو أي سؤال اسأل أنا أجاوبه.